لقد قرأت أحاديث على أن من قرأ آية الكرسي بعد كل صلاة لا يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، فأنا أقرأها، ولكن عندما أقرأها ألاحظ أنني قرأت الجزء الأول أو كلمة وأظل أقرأها ثم أقرأها آخر مرة، وأنا أشك في أنني قرأتها كاملة، مع العلم أنني أقرأها بتمعن وأحاول الخشوع معها، ولكن أظل في نسياني. أرشدوني إلى طريق صحيح. جزاكم الله خيرا. نعم، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قراءة آية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين بعد الفرائض، ويتأكد ذلك بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب، ويكرر سورة الإخلاص المعوذتين ثلاث مرات بعدما يقرأ آية الكرسي، يكررها هذه السور ثلاث مرات بعد صلاة المغرب وصلاة الفجر. أما في بقية الفرائض فيقرأها مرة مرة، وفيه هذا الوعد الكريم أن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة إذا مات على ذلك. فقراءة آية الكرسي وقراءة هذه السور الثلاث بعدها مرغب فيها لما فيها من الخير الكثير. وأما ما ذكرته السائلة من أنها تقرأ وتتشكك وتنسى، هذا من الوسواس، فلا تلتفت إليه، هذا وسواس فلا تلتفت إليه، عليها أن تمضي في قراءتها وتستعين بالله عز وجل. وقبل القراءة تستعين بالله من الشيطان الرجيم، قوله تعالى إذا قرأت القرآن فاستعين بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه الذين هم به مشركون. فعليها أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى، تستعيذ به، والله يعيذها من هذا العدو.